سلسلتنا اليوم عجار، وبعد نسمع عجار بنرجع لقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: ما زال يوصيني جبريل على الجار حتى ظننت أنه سيورثه عليه أفضل الصلاة والسلام. ففعلا فضل الجار علينا أن نحن نحترموه، وخاصة الجار اللي ساسنا على ساسة، اللي يشارك فينا في الأفراح ويشارك فينا في الأحزان. فاحترامنا لجارنا، بعد نطلع في الصبح للعمل أو نتقابله معه لازم الابتسامة الطيبة ولازم نسلمه عليه. ما ننسوش أن نحن الفترة هذه أو السنوات الماضية قلت علاقة الجار بجاره. هو قال العيب يبقى عيب ما يداره،
واشتعقب غير الرماد النار. والجار إن كان ما فزع الجارة، بالله كيف تقول عنا جار؟ كيف ما بنيت الدار طوبة طوبة، ابني مع جارة رفق مشوار. ونقول ليش العرب الأولى قبل ما تبني دار عمر وسكن تسأل ما اللي مجاورين وطاتي؟ نصيتهم زين ما يطيح عندهم العرق في العين، والحرمة مسبقة العشرة الطيبة. وجود ما لاش مع الجار حدود، هيك تطمان وتسكن وترقد متهني. وكان سفرت ما توصي عليه هلك وحوشك كان جارة، اللي صادق لمين من كثر ما وصى عليه لين سابع جار قالوا احسبناه بورثة مع ميراث الهل والأقراب في الدم. ما هو اللي مجاور الأكرام اسلم ولدك تعطيه يسكن بعيد، ولما تقول آه ما تلقى النجار. وما من عرب جلت من جيرة السو، وما من عرب قربت أكثر من جار الدار. قعد نسيب واختلط الاسم وارتبط بدم خال وعم. صغار اليوم بكره كبار، واللي
كيف تقول عنا جار. Hey.
الجار طريق الشر مسكرة دير الخير وانسى وان ديرت شر تفكرة بكرة الخير تلقاه طريق الشر مسكره